البشرية هنالك ترقب عندها، حتى الكفار، حتى المسيحيين، حتى اليهود، حتى المادية الديالكتيكية، هنالك حالة ترقب في جميع الطوائف، في جميع الأمم، كما أن العطشان يبحث عن الماء، في فطرته يشعر بخلأ ويبحث عن ملء هذا الخلاء كذلك في جميع الطوائف في جميع أنحاء العالم هنالك ترقب وهنالك بحث وهنالك انتظار ولكن هذا الانتظار إنتظار غامض معظم البشرية تجهل بوجود هذه الشخصية العظيم. أحد الإخوة الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب قال انا عندما ذهبت الى تلك البلاد شعرت بغربه الامام المهدي في تلك البلاد لم يعرف لم يعرف هذا الامل الذي تبحث عنه البشريه لم يعرف للبشريه تعليقي على هذا الكلام أن الإمام المهدي -عجل الله تعالى فرجه- لا يعاني غربة في بلاد الأغيار وفي بلاد الأجانب، وإنما تعاني القضية المهدوية من الغربة حتى بين المسلمين رغم هذا الاهتمام العظيم من القران الكريم ومن النبي الاعظم صلى الله عليه واله بالقضيه المهدويه، ولكن اغلب المسلمين يجهلون هذه القضيه. يجهلون ان هنالك شخصا موجودا الان وهو المهدي المنتظر لا يعرف كم ايه في القران الكريم توجد حول الحج هذه الفريضه الالهيه العظيمه ايات محدوده كم ايه في القران الكريم حول المهدي المنتظر عشرات الايات العام حفظه الله جمع مجموعة من هذه الآيات في كتابه المهدي في القرآن، عشرات الآيات حول القضية المهدوية وحول الإمام المهدي، كم من الأحاديث توجد حول الإمام المهدي، الشيخ لطف الله الصافي المرجع المعروف. في كتابه منتخب الأثر ذكر أن هنالك أكثر من ستة آلاف رواية إحنا إذا عدنا رواية واحدة نبني عليها حكما فقهيا يطبق على الملايين رواية واحدة إذا عدنا رواية واحدة تقول لا تنقض اليقين بالشك نبني على هذه الرواية ألوف التفريعات الفقهية في القضية المهدوية هنالك أكثر من ستة آلاف رواية حتى في صحيح البخاري توجد هذه الروايات، طبعاً مع تعرض هذه الروايات للنوع من التعتيم في البخاري ولكنها صريحه في كتب اخرى